الاشكال الوسخه اللي بشوفها على الشوفه دي. ايه كده ايه كده ايه على الاشكال الوسخه دي؟ انا الاشكال دي مش عاجباني. عادي اسوي لي ادي انت عادي يا عيل. يا باشا انت من غير بيته يا عاد ولا ايه؟ انا من كفر الزيتون يا باشا. وانا من قفص الليمون يا باشا. وانا من تحت الزيتون يا باشا. وانا في قفص البوطة يا باشا. انا في عبة اللبن يا باشا. كلوني يا باشا. انتوا كلكم شكلكوا قرايب اشكال وسخة. ده ليمون وفي الزيتون وفي اللبن وفي القوطة. شو يا جدعان؟ انا شكلي مش عاجبني. خد يا دعيل ايه يا سويلي انت. يا باشا. ماشي يا باشا. يا باشا وانا ايه قلت ايه اهو عامله كده يا بنت. خليتي كده خرب بيت امي وشي. عادي يا احول يوم عايزين خلقت ربنا باشا وربنا خلقك بالاشكال دي. اه ودي مالها دي؟ انت مالك انت؟ امتى امشي البرج؟ ايه ده؟ يا شفتك بتعمل حاجه. لا ماشي ده انسام. عمل ايه يا بنت؟ ما عندي حاجه. ايه حاجه؟ كدابه كدابه. انا عامل ده حاجه. اسمع صوتي انا ما بعتش الحمد. وانا بلعبها. مش كده انا طفينا. شوف يا بنت يلا. ايه مالك يا بقى؟ اي يا باشا عرب عليك. انا مش عاوز اسيبهم. ايه يا باشا؟ ايه يا يوم؟ ده جلد بتاع ابويا. ايه بتاع ابويا؟ بتاع ابويا بتاع ابويا يا جدعان. قولوا له قولوا له. ايه يا يوم؟ يا عم يا غلابه. تفتري على الغلابه؟ افتري على الغلابه يا باشا. موتوهم ليه؟ ميتني الكل بريتني. كنت عملت العنب شعب باش قلت انا مش مهم.